اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم رح نحكي عن خوازيق الجوله الخامسه الجزء الاول. اليوم رح نحكي عن مباراه اللي صارت بالجوله الخامسه، تقريبا لحد الان 7 مباريات وضل 3 مباريات فقط، فيعتبر يعني خلصت الجوله، كل واحد ضل عنده 3 4 لاعبين فقط في فريقه. فخلينا نحكي عن خوازيق الجوله. اهلا وسهلا فيكم، اذا كنتوا لاول مره عم تتابعوني لا تنسوا تحط لايك وتشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل الاشعارات، دعمونا لحتى المشاهدات تعلى. معكم احمد سلام من قناه سلاي سبورت. اليوم رح نحكي عن خوازيق وابرز الاشياء اللي صارت بالجوله باليوم الاول. طبعا الجوله بتبدا بمباراه ليفربول وولفرهامبتون. ولفرهامبتون بيعمل اول نص ساعه ممتازه جدا على ليفربول، وبيسجل اول هدف في اول 10 دقائق تقريبا، وبيسجل على ليفربول. وروحوا على فيديو التوقعات بتشوفوا انا توقعت النتيجه مثل ما هي بالضبط 3-1، ومثل ما توقعت صار. بالنسبه لمباراه ليفربول وولفرهامبتون بتوقع تخلص 3-1 لليفربول. قلت لكم دفاع ليفربول ما بيتأمن فيه ابدا، وقلت لكم انه الكلين شيت بالدوري صار كثير 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 صعب، وفعلا ال7 مباريات ما في غير فريق واحد عمل كلين شيت، واللي قلت عليه هو فولهام. اللي قلت لكم جيبوا لينو بحراسة المرمى او ريم انتبهوا عليه بخط الدفاع، وفعلا ريم كمان ابرز اللاعبين وتقريبا اخذ 3 أو 2 بونص. هذه مباراة ليفربول وولفرهامبتون هي داروين نونيز، دييغو جوتا، جاكبو، دياز، كل اللاعبين تبعيت ليفربول خوازيق ما عدا محمد صلاح وروبرتسون مثلا. ارنولد اصلا ما عم يلعب لانه مصاب، فان دايك مطرود. فالمهم هي المباراه خوازيق بالنسبه لي اني لعبت تييغو جوتا اساسي على حساب ويسا لاعب برينفورد اللي عم يلعب ضد نيوكاسل حاليا، والله يستر ما يعمل شيء. مبروك لكل الناس اللي عنده صلاح، جاب تقريبا 11 نقطه او 10 نقاط 2 بونص و8 يعني 10 نقاط. مبروك لكل الناس اللي عندهم روبرتسون وصلاح، مع انه بتوقع نسبة امتلاك روبرتسون قليلة. بالنسبة لولفرهامبتون فولفرهامبتون قدم مباراة ممتازة جدا، وابرز لاعب كان هو نيتو. نيتو لعيب جدا 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 جدا، وحكيت عنه بفيديو النصائح وقلت لكم انتبهوا على ولفرهامبتون، عندهم بالهجوم بعض اللاعبين مثل ماتيوس كونيا وسرابيا، ونيتو من ابرز اللاعبين بالفريق. مباراة تانية بين كريستال بالاس واستون فيلا، قلت لكم استون فيلا راح يربح ولكن راح يعاني ضد كريستال بالاس. تقريبا توقعت المباراة 3-1 والله اعلم بالفيديو، ممكن تعتمد على ديابي على كاش بخط الدفاع وعلى وايت كينز من خط الهجوم. هي استون فيلا تربح على كريستال بالاس ولكن بدون كلين شيت، لانه كريستال بالاس فريق جيد. نسيت شو توقعته، بس قلت لكم كلين شيت استون فيلا ما راح يكون موجود وكريستال بالاس راح يسجل، وقلت لكم على ادوارد انه مهاجم ممتاز جدا وفعلا سجل هدف كريستال بالاس الوحيد، ولو كانت خلصت المباراه 1-0 كان راح ياخذ 3 بونص لحد اخر كم دقيقه. خربوا الكلين شيت. استون فيلا ديابي عمل وواتكنز عمل وكل اللاعبين عملوا ما عدا ماتي كاش، مع الاسف ما عمل اي شيء واخذ انذار، طلع بنقطه وحيده، فهذا الخازوق الثاني بالنسبه لي وبالنسبه لكثير لاعبين. طبعا واتكنز بالنسبه انه يعمل اسيست فقط وديابي يعمل اسيست فقط، فهي اشياء قليله ولكن احسن من انه لاعبك يطلع بنقطه واحده. يعني هي الجوله تقريبا ما حدا ساهم باي شيء وراح جايين بالمباريات القويه. يعني اذا عندك واتكنز او ديابي فهون نوعا ما جيدين، ما بيعتبر خازوق، اذا عندك كاش فهو يعتبر خازوق. طبعا المباراه اللي بعدها بين فولهام ولوتون، حكينا عن فولهام وقلنا ركزوا على الحارس وعلى لينو وعلى ريم وعلى خيمينيز بالهجوم، وايضا فينيسيوس كنا عم نحكي عليه باول الموسم ولكن ما عاد يلعب اساسي ولكن نزل سجل جول. لازم نركز على خيمينيز ولينو، وممكن نركز على ريم بخط الدفاع لانه عم يجيب اهداف من الراسيات، صح اخذ طرد ولكن هو قائد الفريق وعم يجيب اهداف من الراسيات، فهدول ثلاثة خلي عينك عليهم. طبعا فولهام ممتاز جدا، عملوا كلين شيت، هو الفريق الوحيد لحد الان اللي عمل كلين شيت. ما بعرف لسه مباراة برينتفورد ونيوكاسل شو النتيجة، بس بتوقع 0-0 لحد الان. فولهام فريق ممتاز جدا، ريم ولينو من ابرز اللاعبين، واللي جابه انه سمع كلامي بالويلد كارد فهو استفاد كثير كثير. ما في كثير حكى على هاي المباراة انه ما حدا عنده كثير لاعبين منها. المباراة اللي بعدها بين برايتون ومانشستر يونايتد، روحوا رجعوا لفيديو التوقعات شو قلت يا اما النتيجة رح تخلص 3-3 او برايتون رح ياكل مانشستر يونايتد، وبالفعل برايتون اكل مانشستر يونايتد بطريقة رهيبة جدا. مباراة مان يونايتد وبرايتون تخلص بالتعادل 2-2 او 3-3 او برايتون رح ياكل مانشستر يونايتد، وبرغم انه مانشستر يونايتد سجل هدف التعادل ولكن التغى بسبب الاوفسايد، ومع الاسف ضرنا كثير لانه كان اسيست راشفورد، ولكن برايتون مثل ما قلت اكل مانشستر يونايتد اكل. مانشستر يونايتد حتى هو خسران 3-0 ما عم يقدر يضغط ويفتك الطابه من برايتون، وشفنا كثير كثير اختلاف في تشكيله برايتون، وهذا الشيء اللي استغربته.
يعني مارش ما عم يلعب، فيركسون ما عم يلعب، جو بيدرو ما عم يلعب، استوبينيان واللي كان يعتبر بالنسبة لي خازو ما عم يلعب. مع الأسف توقعت انه يعملوا كلين شيت، وتوقعت انه استوبينيان ممكن يعمل شيء، ولكن يلا رح ينزل لي هنري، وبتمنى برينتفورد يخلص المباراة تبعتهم 0-0. رح ينزل لي هنري من على الدكة. وبالنسبة لبرايتون ميتوما خازو ما عمل اي شيء. طبعا برايتون الاهداف اللي سجلوها كلها ما لها لازمه، ولكن طارق لامبتي لازم ننتبه عليه لانه مدافع رخيص جدا، وهو اصلا لاعب ممتاز ولكن سعره نازل رخيص لانه ما عم يلعب اساسي وما عم يلعب ابدا. الموسم اللي فات كان عم يلعب قليل، فلازم نركز عليه لانه مدافع جدا 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 ممتاز، وعمل 2 اسيست، وكروس جاب جول، جو بيدرو جاب جول، وويلباك جاب جول. اذا حدا صابر على بيدرو اللي راح يلعب عنده فهو شيء ممتاز جدا. اللاعب اللي جاب جول بهي الجوله فهو ممتاز جدا. مانشستر يونايتد فكله خوازي، اونانا، المدافعين كلهم ما عدا مارتينيز طبعا اللي عمل اسيست، لاعبين الوسط برونو وراشفورد، برونو اخذ الانذار وراشفورد طلع بلانك بنقطتين، مع انه راشفورد كان كتير 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 ممتاز بالمباراه بس ما كان في توفيق بانهاء الفرص. طبعا حتى هويلاند كان لاعب جدا جدا ممتاز وسجل هدف والتغى ولكن طلع بلانك. انا بتوقع انه لازم نجيب هويلاند بالفترات القادمه، ومانشستر يونايتد ممكن يشدوا على حالهم شوي، ولكن بهي المباراه كانت كل خوازي، ما كان في اي حدا مستفاد من هي المباراه. يعتبر المباراه اللي بعدها اللي تقريبا اتخوزق فيها 1,800,000 شخص اللي جابوا سون وماديسون. دائما اعلى لاعب شراء بالجوله بيطلع بلانك على اغلب الفترات، فاكثر اثنين تم شراءهم من سون وماديسون، الاثنين بلانك. سون طلع دقيقة 80 واخذ تقريبا 3 نقاط، ما بعرف اذا لحق الكلين شيت ولا لا، وماديسون طالع بنقطة واحدة تقريبا لانه اكل انذار واضاع الكلين شيت. فانا عندي ماديسون ومع الاسف ما عمل اي شيء، ما عمل اي مساهمة برغم من انه قلبوا الطاولة وفاز على شيفيلد ولعب كل الوقت، ولكن ما عمل اي شيء ولا حتى بونص، فطلعنا بنقطة يتيمة. بالنسبة لسون فهو ايضا طلع بنقطتين، اعلى لاعب شراء بالجولة والناس كتير مكبنينه، وطلع بخازو. طبعا توتنهام حتى دفاع توتنهام كان كله خوازي، ما بعرف قلت لكم شيفيلد ممكن يسجل مثل بيرلي، ورجعوا ايضا للتوقعات بتلاقوني هيك عم بقول. طبعا سبحان الله توقعاتي كلها صح ما عدا توتنهام، لانه قلت ممكن يربحوا بالاربعة وبالخمسة ولكن ربحوا 2-1 فقط. بالنسبة لمانشستر سيتي المباراة اللي بعدها وويست هام، قلت لكم بالحرف راح يربحوا يا 3-1 يا 2-1 يا 1-0. انشيت مانشستر سيتي راح يطير، هناك على مدافعين السيتي ما تجيب منهم هاي الجولة اذا بدك تعمل ويلد كارد تيبو، ولكن ما تلعبه لانه بتوقع بنسبة 90% ويست هام يطير كلين شيت. طب هالاند الفاريز ابرز الخيارات الهجومية، السيتي يفوز 2-1 3-1 1-0، يعني راح يفوز ولكن ممكن يفوز بصعوبة. يعني قلت لكم ويست هام راح يخنق مانشستر سيتي، وفعلا اريولا عامل تقريبا 10 تصديات، هذا اخر رقم شفته، وهالاند مضيع سوبر هاتريك. يعني هالاند منيح انه سجل لانه انفعمت مرارتي، ولكن سوبر ستار فريقي واللي ممكن ما اطلعه لاخر الموسم بسبب الاداء اللي عم يعمله جوليان الفاريز. جوليان الفاريز 2 اسيست، اخذ مكان دي بروين واخذ 2 بونص وطلع ب 10 نقاط واخذ مان اوف ذا ماتش. يعني برناردو سيلفا عمل ايضا اداء جيد، جاب جول وعمل اسيست واخذ 3 بونص، ولكن هو الفاريز هو رجل المباراة بالحقيقة. ودوكو بصراحة أبهرني جدا جدا جدا، ويعني كنظرة أولى هو أفضل من جريليتش مليون مرة، وعمل الاحتفال تبع فيفا المستفز، وبصراحة يعني لاعب ممتاز جدا. قصدي هاي المباراة فودين كالعادة مثل كمان موسم، أي حدا من دفاع مانشستر سيتي قلت لك حط عينك عليهم، بس ما تلعب أي حدا فيهم بهي الجولة لأنه ويست هام راح يضيع كلين شيت. بالنسبة إذا عندك بوين فأيضا خازو، وأي حدا من ويست هام مع ذا وورد بروس فهو خازو، ولكن وورد بروس اثبت من مباراتين قلت لكم جيبوه، اثبت انه ممتاز جدا لحد الان، ما طلع بلانك من اول ما اجى على الدوري. وزي الجوله بكل سرعه طبعا هي مباراه اليوم، راح نشوف ايضا مباراه نيوكاسل وبرينتفورد شو صار فيها. مثل ما انكم شايفين نيوكاسل وبرينتفورد الوقت بدل ضائع وصفر صفر. على فكره برينتفورد عامل مباراه ممتازه جدا على نيوكاسل، ما يعمل شيء لانه لعبته حطيته على الدكه على حساب جوتا، وبصراحة جوتا صارت محتار فيه هو وراشفورد لأنه مانشستر يونايتد سيئين جدا، وليفربول صار فيه روتيشن كتير وصار كل واحد يطلع حتى عم يطالعوا للاعبين قبل الدقيقة 60. فاحكوا لي نصايحكم، احكوا لي مين أبرز لاعبين بهي الجولة. جولة سيئة جدا جدا جدا، ما حدا تألق غير أعداد بسيطة، يعني مثل إدوارد من كريستال بالاس 8 نقاط، مثلا ريتشارليسون اللي عاقنا بأول 4 جولات، قلت لكم مصيره يسجل، يعني قلت لكم.
مين أعاقنا أيضا؟ جوتا، داروين نونيز، لويس دياز، كتير كتير لاعبين طلعوا بلانك، راشفورد، برونو فرنانديز، فودين، ماديسون، سون، جولة بلانكات، والتقريبا الأفريج يعني قليل كتير، يعني تقريبا 20 نقطة الأفريج. فجولة سيئة جدا لحد الآن. أنا عندي 25 نقطة، حطيت أونانا على الدكة وهذا كان خيار موفق لحد الآن. عندي كاش نقطة، استوميان صفر، ماديسون نقطة، راشفورد نقطتين، ألفاريز 8، وهالاند 12، ودييغو جوتا نقطة. ضل لي ساكا، ستيرلينج، صليبة، وهنري من على الدكة، وتيرنر حارس أساسي. خمس لاعبين بإمكانهم يغيروا لي المعدل النقاط كله، بالذات إذا ستيرلينج ضرب لأنه راح يرفعني. ساكا أيضا ممتاز جدا، وهنري إذا عمل كلين شيت فراح يكون خيار جدا جدا ممتاز هو وصليبة. كان فيديو اليوم، لا تنسوا تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو، وأهم شيء تشتركوا بالقناة إذا كنتوا جداد.